بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا في لولو هايبر ماركت عاملين تخفيضات 50% على ايه؟ على بعض الأدوات المنزلية. هنا في قلاية شيفلاين اهي، اتنين مع بعض، مقاس 24 ومقاس 28، كانوا ب109 دلوقتي ب54 ريال الاتنين. عرض كويس اهو، الاتنين ب54 ريال اهو. شكلهم يا جماعه بكام؟ ب54 ريال. من كام؟ من 109، من شيف لاين اهو. ودي اللي هي بتاعت الكريب دي ب35 ريال. ايه مقاس كام دي؟ بدور لكم على المقاس بتاعها. موزع للحرارة كويس، مقاس 28 سم. شكلها يا جماعة مقاس 28 سم ب35 ريال، من 70 ريال، يعني خصم 50%. عرض كويس وتقيلة، عرض كويس يا جماعة بصراحة. عاملين خصم 50%، أنا بصور لكم الحاجات اللي عليها خصم. هما دول اللي احنا مصورينهم، اللي هما المقليتين من شيف لاين. شيف لاين ماركته كويسة، كل دي مقالي أشكال وألوان وجرانيت وسيراميك وتيفال في لولو هايبر ماركت. هنا في عرض تاني اهو، مقليتين مع بعض، واحدة للكريب وقلاية غويط بكام؟ ب79 ريال، من 109 ريال في لولو هايبر ماركت. جميع فروع لولو يعني، واحدة كريب وواحدة غويط، مقاس 26، الاتنين مقاس 26. بصراحة لولو عندهم حاجات كويسة جدا. هنا القلاية الاستانلس دي من شيفلين برضو، شيفلاين، ب69 ريال، كانت ب88 ريال. اللي هي دي تقيلة ما شاء الله، تقيلة جدا. انا بدور لكم على الحاجات اللي عليها عرض. هنا دي حلل مكتوب خصم 50%، لولو طبق فرن رخام اسود 24 سم ب37.5 ريال، من 76 ريال. اللي هو انه بقى هدور لكم عليه، هو محطوط هنا على لولو باين، بس دي حلة دي مش طبق. هشوفه لكم يا جماعة. في حلل بالقطعة بكام؟ 139 ريال. اللي هي دي شكلها حلو، هنا دي حلل بالقطعة مش بالطاقة، يعني بصراحة شكلهم جميل جدا. دي 30 سم ب39 ريال، اللي هي دي من 134 ريال. اللي هي دي الشكل ده. يعني بصراحة هم عاملين عروضات على حاجات وحاجات لا. طب احنا بنتفرج برضو، دي الألمونيات أغلبها صناعة هندية. كنك للقهوة، الصواني، استانلس، هي كله صناعة هندي، كل الاستانلس صناعة هندية.
يعني كل ده هندي. في حق الله ده شكله حلو برضو، ده كله هندي. في هنا القلايتين دول من سبرينج برستيج، مقلايتين 89 ريال. وهنا فعل كويس، القلاية دي 19 ريال، دي للشوي يعني مضلع من جوه عشان تدي شكل الشوي، 19 ريال. وفي حاجة تانية صغيرة كده دي برضو 19 ريال، كيوت جدا وصغيرة، دي 19 ريال. ودي برضو خاصة بالصوصات، دي 19 ريال، هي صغيرة 19 ريال. دي 35 ريال، من المقلاية دي كبيرة، مقاس كام؟ مقاس 30 سنتي، كبيرة 35 ريال وتقيلة. نشيف لوي سيراميك هي ب35 ريال، حلوة 35 ريال. وفي سكاكين من برضو من برستيج 3 قطع ب24 ريال. في يا جماعة هنا في عرض على الحلل برستيج برضو، طقم اواني طهي غير لاصق 9 قطع، كان ب428 دلوقتي ب99 ريال، اللي هو ده الشكل ده، هو ايه تيفاني وتقيل بصراحة. والطقم ده مكتوب بونيرة، طقم اواني طهي جرانيت 9 قطع، كان ب659 دلوقتي ب349 اهو، جرانيت 9 قطع. ما شاء الله الحلة تقيلة جدا بصراحة والله العظيم، اهو الحلة بصراحة تقيلة جدا. هو غطاء ازاز، الغطا بتاعه ازاز، هو كان 9 قطع، 1 2 3 4 6 8 9. ودي القلاية بتاعته تقيلة، والاسم اهو من ورا. بصراحة عندهم حاجات حلوة، لولو عاملين خصم 50%. وده شيفلين برضو، شيفلين طقم اواني طهي اهو، كان ب469 دلوقتي ب234 ريال الطقم ده، اهو شكله اهو، ده غطاء ازاز والحلة اهي من جوه، 234 ريال و10 قطع، واو علامة شيف لاين وتقيل بصراحة، والغطاء بتاعه ازاز، الحلة بتاعته شكله اهو. دول 10 قطع. ومع الاتنين دول هما 8 والمعلقة اول، يبقى 10. هنا في حلل ضغط برضو من شيف لاين، دي 5 لتر، ال5 لتر ب89 ريال، تقيلة جدا 89 ريال ال5 لتر. وال 10 لتر ب119، وال7 لتر ب105، اه شكلهم حلو. الجرانيت دي 6 لتر، ال10 لتر كانت ب229 دلوقتي ب129 ريال، وال12 لتر كانت ب241 دلوقتي ب139 ريال، مفيش كلام. من شيف لاين ده ميزان حمام ب30 ريال، من 49، اللي هو ده ميزان الحمام 39 ريال، من ايكو
طقم الجرانيت ده من شيف لاين بكام؟ ب 369 ريال، من 554 ريال. الطقم ده 14 قطعة استانلس، ماركة في فلادي دي بكام؟ هو ده 14 قطعة ب 469 ريال. طقم أواني مائدة 109 ريال، من 119 اللي هو ده. كم قطعة؟ 38 قطعة. هو شكله حلو الطبق بتاعه. الطقم ده طقم عشا تشيلو، كان ب 164 ريال، دلوقتي ب 89 ريال. مش اشكالهم ايه بصراحة، اشكالهم جميلة. والطقم ده 38 قطعة، كان ب 307، دلوقتي ب 249 ريال، اللي هو ده طقم سين. بريستيج ده، لا بريستيج ده صناعته ايه؟ مش مكتوب سعره. المونارك ده ب 199 ريال، فرنساز كان ب 549 ريال، اللي هو ده فرنساوي يا جماعة. 45 قطعة المونارك أصلا. خمسة وأربعين قطعة ب 199 ريال، عرض كويس، بس للأسف في كرتون مش حاطينه بره. دي يا جماعة كانت الجولة كده في الأواني بتاع لولو، قسم الأواني في لولو. الطقم ده بكام؟ 179 ريال. والطقم ده ب 399 ريال. جميل جدا، هو جرانيت وتقيل جدا ما شاء الله، ب 399 ريال. في طقم ستانلس الكركماز 14 قطعة، وكان ب 649 ريال، من 749، نزل عليه 100 ريال بس، اللي هو شكله 14 قطعة، اللي هو وده بريستيك برضو 7 قطع ب 169 ريال. ده بقى الطقم ده كامل اهو. الطقم ده ب 469 ريال، 22 قطعة اهو بشكله. وهنا تحت البوفيه دي ب 79 ريال اهي، شكلها من جوه دي ازاز. الطقم ده مش مكتوب عليه، هو شفاف بس مش مكتوب عليه السعر. ايه يا جماعة، دي كانت جولة كده، ودي طبعا السكاكين حاجتها بصراحة حلوة لولو. الواحد يعني دي شهادة، يعني لوح التقطيع ده ب 14 ريال، اللي هو ده ب 14، وطقم السكاكين ده ب 18 ريال. دول مش عليهم عرض يعني،
بس اسعارهم كويس. يا جماعة دي كانت جولة في قسم الأواني المنزلية في لولو اهي، بصراحة حاجتهم حلوة وقيمة يعني، وماركات يعني اهي. نختم الجولة دي يا جماعة ونشوفكم في فيديو جديد في لولو هايبر ماركت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.